أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في مشروع قناة مربح. اليوم سأتمم الحلقة اللي بديت عليها من قبل، فكيف ما طرحوا علي بعض الأصدقاء أسئلة كيفاش الدجاجة ترقد على البيض بطريقة اللي هي سليمة بلا عنف بلا أي حاجة، يعني بلا ما تبزز عليها نتايا ترقد راسها على البيض. كنت عطيتهم واحد الفكرة كيفاش الدجاجة ترقد على البيض بدون ما يستعملوا حتى شي حاجة. كنت قلت تقريبا شي جوج أسابيع هادي باش لحقت الحلقة، أنك تتخلي البيض يتجمع حتى تتلقى ديك الدجاجة راسها راقدة عليه. فاليوم غادي نبارطاجي معكم هاد الحلقة هادي من بعد ما جيت دابا مكنتش هنايا شي تقريبا جوج الاسابيع. خلينا البيض كيف ما قلت لكم لمدة اسبوع ونصف، ما يفوق عن اسبوع ونصف، والان الحمد لله ملي جيت لقيتها باردة. ها انا غادي نوريها لكم دابا، غادي على الله عندها اسابيع باش خرجت، ثلاثة اسابيع تقريبا زعما. وتمنيت نغتنم الفرصة الكاتيك تقداش ولاو ثلاثة الأسابيع. دابا غادي نوريكم، وانت لله الحمد. هاهي هي هادي طريقة راه ساهلة وبسيطة كيف ما سبق وقلت لكم. خلي البيض ولا تبعتوا معايا الحلقات، هادي راه كانت تبيض عادي. انا ديما تنخاف يتهرس لي البيض في الصندوق، تنخلي لهم 4 5 البيضات هنايا. دابا ملي جيت ها هما هاتم، دابا ما بغاش نهضر البيض، يعني باغا تقف غير هو ديما تخليها تحس بواحد الامان، حيت راه كاين واحد البعض تيبدا يضرب ولا شي حاجه. المهم تتعلمها باش تولي تقلب البيض على خاطرك. يبدا تضرب، ها هو البيض ديالها هو هنا، البيض هو هذا. دابا سيوقع المشكل، هاد ديك هذا تيبغي يتزاوج مع ديك اللي عندها الكتاكيت، هي تبقى تضرب. دابا الان ولله الحمد ها هي كيف ما قلنا الطريقة ناجحة ومجربة امام اعين كل المشاهدين، بلا ما الواحد يدير شي بقى تبزز ولا تبرك ولا شري ولا تحبسها بوحدها مع البيض، وانما اترك البيض خليه. دابا راه كاين تحت من 6 البيضات لله الحمد، انا راه جمعت لهم من البيض ديالهم عندي لتحت. دابا جامع في واحد الشبكة واحد المكان شوية بارد، ما تنديروش في الثلاجة حتى ديال الثلاجة غير صالح التفقيس. هو لله الحمد هاهي هي هادي، ها انتما قرب له ولا شنو. الى هنا تنتهي الحلقه. اشكر كل المشتركين بالقناه، كما ادعو الاول من شاهد هذه الحلقه ان يقوم بالضغط على زر الاشتراك ودعم قناتنا، هذا فضلا منكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.